الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقياكم من جديد، وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. قناة سعيدة للوصفات المغربية والعربية بامتياز تحييكم، واليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة جديدة، هي عبارة عن خبز المطلوع بلا دليك وبلا عجينة. هو غادي نعملوه في الكوكوط، غنديروا يعني خبز المطلوع في الكوكوط، من أسهل ما يكون، عملي وسريع بالنسبة للسيدات نظرا لضيق الوقت اللي ولينا كنعانيو منه هاد الأيام. لهاد خبز المطلوع في المقلاة اللي غنعملوه في الكوكوط غنحتاجو مقادير سهلة وبسيطة، وغادي نقدم مكونات يعني كمية صغيرة، وانتم اللي حاب يضاعف الكمية كما اتفقنا دائما يقدر يضاعفها. لهاد الخبز غنحتاجو زلافة ديال الفينو او سبيسيال، زلافة ديال دقيق الفورس الدقيق الابيض الناعم، جوج معالق كبار ديال الزيت النباتية، ممكن تعوضوهم بالزبدة، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، معلقة ديال خميرة العجن، خميرة الخبز، الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة من ملح الطعام. أعيد، زلافة من دقيق الفينو أو سبيسيال، زلافة من دقيق الفورس الدقيق الأبيض الناعم، جوج معالق كبار من زيت المائدة زيت الطعام، ملعقة كبيرة من السكر الخشن سكر حبيبات سنيدة، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة من ملح الطعام، وكيبقى على حسب الذوق. إذا هادو هما المقادير. بطبيعة الحال غنحتاجو الماء الدافئ للعجن. هادو هما المقادير، ندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. بركة الله، بالنسبة للطريقة غنبدأ على بركة الله بوضع السكر دقيق الفينو اللي سبق ونخلناه وغربلناه. غادي نوضع الدقيق الابيض ايضا، غادي نوضع هنايا، غادي نجيب السنيده ديالي مع الخميره، غادي نضيف سنيده على الخميره، وغادي نضيف عليهم ايضا قليل من الماء الدافئ بهذا الشكل، وغادي نخليهم كيتفاعلوا. غادي نضيف ملح الطعام، غنضيف الزيت النباتيه بهذا الشكل، نضيف الخليط ديال السنيده والخميره ديال الخبز. ثم كنبدا نجمع في الخليط ديالي، وكنضيف الماء تدريجيا بهذا الشكل هذا، شيني عجينه مخوفه تكونش قاصحه. كنخلطوا العناصر كامله ديال الطحين والزيت السكر والخميره والملح، هي كنجمعوا ما كندلكوش، تماما بحال الطريقه ديال الخبز اللي بقوا قدمت لكم في القناة. صافي ما كندلكوهاش، اون فوا كتجمع لينا بحال الشكل هذا، كنجيب الغطايه ديال الكوكوط ديالي وكنسد عليها، وغادي نخليها لمده ديال نصف ساعه، ما كنديرش لها الصفاره، غير كنسد عليها مزيان باحكام بحال هكا، وكنخليها نصف ساعه ونتلاقاو باش نشكلوا المطلوع ديالنا. حبيباتي، من بعد ما مر الوقت اللي قلت لكم غادي نص ساعه، غنفتح على العجينه ديالي ديال المخماء او المطلع، وغنزولها بطبيعه الحال. كتشوفوا هي خمرات، حجم ديالها ضعف، ما كتلصق ما والو، كلشي هانتوما كتزولوها، كتزول فاسيلمون. دونك غنزول هاد الكوكوط ديالي جانبا، غادي ناخد واحد شويه ديال الطحين بحال هكا نرشو، وغادي نخوي العجينه ديالي من طبيعه الحال الهواء اللي تكون فيها اثناء الخميره. غادي ناخد واحد الموس، وغادي نقطع الخبيزات ديالي اللي بغيت يجوني بحال هكا، نقطع هذه على الزوج. شوف العجينه كيفاش كتجي مدلوكه بوحديها، خامره رائعه، كتجي يعني زوينه بزاف. الوغ غادي نشوف القياس ديالي ديال الخبيزات، دائما ما نساوش كنشكلو بحال هكا الكريصاص ديال المخمار ديالنا او المطلوع بحال هاد الشكل، كنخليهم غادي نشكل هاد الكريصاص ونخليهم مده ديال واحد 10 دقائق يطلقوا، عاد من بعد ندوز باش نطلقهم. كتشوفوا القياس طبيعي الحال كيبقى على حسابكم نتوما، على حساب كل سيده شنو القياس اللي كتبغي، واش بغاتهم كبار واش بغاتهم صغار، كيبقى داكشي اختياري. المهم هو انهم كيجيو ساهلين وبساط وسريعين ايضا.
الكوتيل، الفطور الصباح، اللمجة، يعني رائعين جدا. كل سيدة كتشكل القياس اللي كتبغي كيف قلت لكم. اذا انا خرجت 5 ديال الكويرات كما كتشوفوا معايا، كنلول بهم بهذا الشكل هذا، ها هما الكويرات ديالي حاضرين. دابا غادي نخليهم واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد ندوز باش نطلقهم معكم. حبيباتي من بعد ما ارتاحوا العجينه ديالي او الكريسه ديالي لمده ديال 10 ديال الدقائق، دابا غادي نجيب المطلق ديالي بهذا الشكل. كيف تخدموا ما بين ديكم، انا كنفضل المطلق لانه كيساعد على انني نحصل على فورما او لا فورم مقاده بهذا الشكل. كيف ما قلت لكم تكبار او صغار كيبقى على حساب الرغبه. اذا بحال هكا كنعمل الكريسات ديالي، كنرققهمش بزاف، كنخليهم يعني بحال هكا، كنقاد الجوانب ديالهم بهذا الشكل هذا. الكاطو ديالي والمنديل كنرش شويه بالدقيق كيف ما كتشوفوا، وكنهز الخبيزه ديالي كنحطها وكنغطي لها باش تخمر. كنطلق الكريسات ديالي، وبيان سور المقادير الا بغيتو يجيكم كثار غادي تضاعفوهم كيف ما كنقول دائما. ها السمر ما كنطلقهاش بزاف، ما كنرققهاش بزاف، كنخلي الحجم ديالها او السمك ديالها عفوا سمك معقول. كنقاد الجوانب بهذا الشكل هذا وكنوضعها في البلاصه. ملي كملنا الكريسات ديالنا او المطلوع ديالنا خبز المخمر او المطلوع، غنغطيوه ونخليه يعاود يخمر، غندوزو باش نطيبوه في المقله. بعد ما خمر ليا خبز المطلوع ديالي او خبز المخمر، وضعت المقله وجديه ثقيله تتسخن، وضعت فوق منها الخبيزه ديالي ديال المطلوع الخمره. غنخليها حتى تشبر راسها مزيان من هاد الجهه ونقلبها للجهه الاخرى. صغيرين فاحنا ممكن نطيبو جوج حتى لثلاثه في نفس الوقت باش نسرعوا عمليه الطهي. يفوا يشبروا في راسهم هادو، غادي نزيد الثالثه حداهم. غادي نقلب الخبزه الاولى ديالي، كيجي رائع جدا خبز المطلوع او المخمر بلا دليك وبلا عجينه، سهل كيوجد في الحين. اذا غنخلي هذه تشبر فراسها ونقلبها، ثم نزيد الثالثه حداهم باش نسرع عمليه الطهي. حداهم الخبيزه الثالثه، غادي نخليهم يطيبوا، شبروا فراسهم من هذه الجهه نقلبهم الجهه الاخرى، وهكذا حتى يطيب لنا الخبز ديال المقله ديالنا او المخمر او المطلوع. كل كي واحد كيفاش كيسميه على حسب المنطقه، بلا دليك خبز المطلوع في الكوكوت. هذا حبيباتي هو الشكل النهائي لخبز المطلوع او المخمر او خبز المقله في الكوكوت. سريع جدا ورائع، غايه في اللذه. شوفوا كيفاش كيجي، كيجي رائع جدا، حتى ملي كتقطعوه من الداخل كيجي ملبي وماشي مبضع، يعني من اروع ما يكون ومن اروع ما يمكن تقديمه. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يعجبكم خبز المقله او خبز المطلوع اللي عملنا اليوم في الكوكوط بشكل سريع جدا. جربوه، والا جربتوه وعجبكم ما تنساوش ديروا لايك فضلا لامرا، اشتركوا في القناه بالضغط على زر مربع سابوني سبسكرايب، تخليوا لنا تعليقاتكم اللي كتساعدنا دائما وكتفرحنا، واكيد تبارطاجيو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتكبر العائله وتعم الفائده. شكرا والى لقاء قريب بحول الله.